تعرف سلسلة ألعاب سولز؟ ألعاب سولز هي مجموعة من الألعاب اللي إذا ما كنت مريض نفسياً بتخليك مريض نفسياً. يعني ممكن تدخل عند زعيم واحد من الزعماء وتموت 200 مرة وعادي. جماعة سولز كلمة بعض من بعض. تعرف أنا كم مرة متي؟ قلت 300 مرة ثانية. أنا في واحد في اليوتيوب مسوي بث 4000 مرة مو أنت. أول مرة أشوف ناس يتباهي وأنهم ماتوا خسروا. تخيل واحد جالس يتباهى انه مات 30-40 مرة. تم خداعي لألعب لعبة إلدر رينك. من هين قالت الخدعة؟ قالوا لي انها لعبة عالم مفتوح وانا اعيش اكتئاب حاد ابدأ ألعب إلدر رينك. هي شغلتني بصراحة اعترف لانه هذه اللعبة شغلتني، لكني ما قدرت افهم كيف ذي اللعبة. ما فيها خط، ما يخبرك شيء، وما مثلا اذا قال احد الابطال كلمة ما يرجع. لازم تقيس تدور وحدك، مو قال فلان تذكر تذكر. لو نوبة مثلا تروح عند حد وتكلمه من شخصيات القصة ما يكمل كلامه، يعني ممكن انت ما تكمل كلام معه يطلع شيء مهم جاي في الطريق. لعبة غريبة بصراحة، وما اقدر اقول اني خلصتها حلال. ايش اقصد حلال؟ اقصد بدون فارمينج. والفارمينج هي عملية غسيل اموال يقوم فيها الانسان بعادة قتل الغراب مرارا وتكرارا لكي يرفع مستواه. الغراب صديق الجميع في إلدر رينك.